السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. انعقد مساء الأمس ببيت الضيافة اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحضور نائبه محمد حمدان دجلو والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بحضور الآلية الثلاثية والرباعية الأوروبية. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية ومن قضى منها، لافتا إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت في إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين وهما العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها قبل حلول شهر رمضان المبارك. كما قرر الاجتماع أن تقوم الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى الغير موقعة من أجل الشروع فورا في صياغة مشروع الاتفاق النهائي، وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وزيرة التجارة والتموين أمال صالح، اطلع على سير تنفيذ اتفاقيات الحدود الموقعة بين الولايات الحدودية والولايات المتاخمة لها في الدول المجاورة. وأكدت وزيرة التجارة والتموين في تصريح صحفي أنه لا توجد عقبات كبيرة بما بين التجارة الحدودية، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تجديد الاتفاقيات بين وزارة التجارة وولاة الولايات الحدودية والتوقيع على البروتوكولات بغرض انسياب السلع بسهولة في المرحلة المقبلة. وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم باستكمال عملية التحول الرقمي والحوسبة وتسريع الخطوات لتنفيذها. وأكد في زيارته لمركز النيل للأبحاث التقنية أهمية تدريب الشباب وزيادة الكادر المحلي السوداني في مجال التكنولوجيا. وقال جبريل إن السودان يعتبر ثاني دولة من ناحية الضرائب في إفريقيا، ويجب تعديل هذا الوضع بتوسعة المظلة الضريبية وبالعمل سوية مع المركز ووزارة الاتصالات والجهات ذات الصلة عبر نافذة واحدة لتتوحد الجهود نحو الرقمنة بحسب توجه العام للدولة. وقع وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلف عادل حسن محمد الحسين على اتفاقية الاتحاد الأفريقي للأمن السبراني وحماية البيانات الشخصية والمعروفة باتفاقية مالابو ممثلا لحكومة السودان، وذلك بمبنى الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. ويعتبر توقيع السودان على اتفاقية مالابو خطوة هامة في محاربة الجريمة الإلكترونية، كما أن الأمن السبراني يعتبر ضرورة أساسية في سبيل التحول الرقمي ونشر الخدمات الإلكترونية وبناء اقتصاد رقمي. ومن المقرر أن يشرع السودان مباشرة في خطوات المصادقة حتى تصبح الاتفاقية ملزمة وتنعكس على أرض الواقع. وجه الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم علي بابكر السيد أحمد بإعداد قوائم المنتجات التي تحتاج إلى تحليل، ودعا في الاجتماع الذي عقده المجلس مع المعمل القومي استاك إلى أهمية تحديد زمن لتحليل العينات بهدف تسريع الإجراءات وإدخال برنامج المتابعة بعد التسويق، لافتا إلى أن أو إلى أهمية تفعيل الإنتاج المحلي وتكوين آلية للعمل الرقمي المشترك على المنتجات التي ينظمها المجلس، ولرصد المخالفات وتقييم الوضع الراهن وإيجاد نظام يحفظ سلامة المنتجات المعملية والمواد الكيميائية. نهاية موجز مشاهدينا، شكرا لكم، دمتم في أمان الله.